حاكم الشارقة يتقبل تهاني شهر الفضيل من وفد جامعة الشارقة وجموع المهنئين من مواطنين ومقيمين. وسط ترقب طلبة الثانية عشر، وزير التربية والتعليم يعلن اليوم الثلاثاء النتائج وقائمة الأوائل عبر قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب. كاميرا أخبار الدار ترصد مع شرطة الشارقة عمليات التسول التي تكرر نفسها في شهر رمضان بأساليب مفاجئة وإلكترونية. في ثاني ليالي الشهر الفضيل نحييكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، حيث قدمنا لكم أبرز عناوين أخبار الدار وندعوكم لمتابعة التفاصيل. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وتمنى أمير دولة قطر لصاحب السمو رئيس الدولة دوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. لليوم الثاني على التوالي من أيام الشهر الفضيل، واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، واصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر البديع العامر لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنين لسموه في هذا الشهر الكريم أن يمن الله عليه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات والأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من التقدم والرقي. كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الكريمة من أعضاء وفد جامعة الشارقة، يتقدمهم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالوكالة، وعدد من نواب مدير الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة. حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن صقر القاسمي. كما حضر الاستقبالات سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة. هذا وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد استقبل الليلة الماضية جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع جموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات. كما استقبل سموه وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم سعادة اللواء حميد الهديدي قائد عام الشرطة الشارقة. كذلك تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين من المطران عطاء الله حنا رئيس أساقفة إسبسطيا الروم الأرثوذكس في القدس الشريف، ضيف مركز الشارقة الإعلامي ضمن برنامج جلساته الحوارية في المجلس الرمضاني. وفي أم القيوين استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في قصر سموه الليلة الماضية، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين استقبل عددا من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول الشهر الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى قيادتنا الرشيدة بالخير واليمن والبركات وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرخاء والعزة.
وفي قصر الخزام برأس الخيمة توافد جموع المهنئين بالشهر الفضيل، حيث تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تقبل التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وإلى قصر زعبيل بدبي، إذ استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مساء الأحد أصحاب السعادة قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية لدى دبي الذين قدموا التهاني لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لدولتنا وشعبنا دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا المعطاء. وقد بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنيا لدولهم وشعوبهم الخير والازدهار. بعد ساعات من الآن سيعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم نتائج امتحانات الصف الثاني عشر الرسمية في فيديو مصور عبر قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب في سابقة هي الأولى من نوعها. كما سيعلن معالي وزير التربية والتعليم قائمة الأوائل للعام الدراسي 2013-2014. هذا وكان قد تقدم للامتحان الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي هذا العام أكثر من 37,000 طالب وطالبة في مختلف إمارات الدولة. ننتقل إلى العاصمة أبوظبي، حيث زار العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. يرافقهم سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وقرأوا الفاتحة على روح الشيخ زايد متوجهين بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته على ما تركه من آثار وبصمات دينية وإنسانية وحضارية. وقام العلماء كذلك بجولة في أرجاء جامع الشيخ زايد واطلعوا على فن العمارة الإسلامية والحضارية التي تميز بها المسجد. استفاد أكثر من 6,100 عامل من حملات التوعية التي نظمتها وزارة العمل منذ بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة في منتصف يونيو الماضي والذي يستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل. ونفذت وزارة العمل 9 حملات والتوعوية بمختلف إمارات الدولة مؤكدة استمرارها في تنفيذ المزيد من هذه الحملات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب العمل لوقاية العمال من الحر وتجنيبهم الإصابة بالإجهاد الحراري، إضافة إلى التركيز على توعية العمال بالمخاطر والإصابات التي يمكن أن تنتج في حال تعرضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر وقت الظهيرة وكيفية التعامل مع هذه الإصابات عن طريق توضيح الإرشادات اللازمة من الإسعافات الأولية لخفض عدد الإصابات. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل. خيرية الشارقة تقدم أكثر من 20,000 وجبة إفطار صائم يوميا خلال رمضان. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. هي ظاهرة ليست بالجديدة لكنها تزداد خلال أيام الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي تكثر فيه أعمال المحسنين والتبرعات، فتكون غاية المتسولين الذين لم يكتفوا بطرقهم المعتادة بل تفننوا في أساليب التسول ليصلوا به إلى شبكات التواصل الاجتماعي. كاميرا أخبار الدار رافقت شرطة الشارقة في عملية رصدت فيها بعض المتسولين، فلنتابع.
ليس مستغربا في دولة مثل دولة الإمارات المعروفة بازدهارها ورخائها وقوة اقتصادها أن نجد فيها أشخاصا يترصدون الجيوب كهؤلاء المتسولين الذين عادة ما يكثر تواجدهم في شهر الطاعات، متناسين أنهم في دولة لا تنام فيها أعين عناصر الأمن والشرطة التي تكون دائما في المرصاد. فها هي شرطة الشارقة تكثف جهودها للقبض على هؤلاء المتسولين، وهذا ما شهدته أعيننا اليوم. يعتقد المتسولون أن لديهم الذكاء الكافي لاستمالة القلوب المرهفة، حيث يستوطنون المساجد وسط هذه الشعائر الدينية، وتراهم يغزون الأسواق لهفة فيما تحمله جيوب المتسوقين، مستخدمين أساليب متنوعة لكسر الخواطر. ليس هذا فحسب، بل تطورت أساليب التسول لتطال مواقع التواصل الاجتماعي التي يكثر فيها ما يعرف بالمتسولين الإلكترونيين، الذين ينشرون صورا لمرضى يطالبون بمساعدة مالية للعلاج. هاي ظاهرة طبعا نحن متعودين عليها، لكن الحمد لله بإطار جهود اللي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارجة بناء على الاستراتيجية الموجودة والخطة الموضوعة من قبل الوزارة الداخلية، أن نحن نكافح الظواهر السلبية الموجودة على مستوى دولة الإمارات وخاصة في إمارة الشارجة. طبعا نحن نكافح هاي الظاهرة عن طريق في اتجاهين، اتجاه اللي هو سن تشاريع وعقوبات على هذه الظاهرة، والجانب الثاني بعد أن نحن نقوم بدور توعوي نوعي الجمهور أن الفئة المستهدفة في هذا التسول هي الفئة المقيمين والمواطنين الموجودين على أرض الدولة، وهم عارفين كويس أو ما بيروحوا فين، أماكن معينة زي المساجد الكبيرة أو الأماكن تجمعات الناس اللي هي تقدر تقول عليها خيراء أنها ممكن تدي، وبالتالي هي حرفة وصنعة ومهنة وبتلاقيه بيتواجد فيها عشان عارف ان هو هياخد، فبتقدرش تلوم على الناس. تحرص الشرطة على عمل برامج مكثفة وحملات توعوية للجمهور وإرشادهم لكيفية التعامل في مثل هذه المواقف والإبلاغ عن المتسولين عوضا عن الشفقة عليهم. طبعا احنا موجود عندنا رقم التواصل بالنسبه للبلاغ عن المتسولين، وايضا بالنسبه على يتصلون على نفس الرقم الموجود عندنا المباشر على اذا حصلوا مسجات تيهم على تليفوناتهم بطلب المساعده. الناس بتستغل، الناس بتبقى عندها يعني نفسيه عاليه انها تدفع فلوس او كده. انا شايف ان ممكن الناس تقاوم الموضوع ده انها توجههم للجمعيات الخيريه، يعني كتير اكتر الناس بتقابلني بقول لهم روحوا جمعيه كذا وكذا وكذا، دول عندهم ادراك حقيقي وعندهم دراسه حقيقيه للاجتماعيات. وعلى الصعيد الخيري ولكل من يود المساعدة، فالمؤسسات الخيرية تتواجد في عدة أماكن يمكن تسليم التبرعات لها لضمان وصولها لمستحقيها. بالرغم من الجهود التي تتخذها الجهات المعنية في الحد من ظاهرة التسول، إلا أنه لا يمكن لأرض خصبة مثل الإمارات منع تواجدهم، لذا فعلى الشعب أخذ الحيطة والحذر ومعرفة كيفية التصرف. لأخبار الدار، أمن السركال، الشارقة. بتكلفة تقدر بأكثر من 6 ملايين درهم تنفذ جمعية الشارقة الخيرية مشروع إفطار صائم لشهر رمضان، وذلك في عدة مواقع بالإمارة. مراسلنا محمد رمضان زار عددا من هذه المواقع وجاء لنا بهذا التقرير. ما أن يهل علينا هلال شهر رمضان الفضيل حتى تصبح مشاهد خيم موائد الإفطار مألوفة في مختلف المواقع بإمارات الدولة، والتي من بينها إمارة الشارقة، حيث تبادر الذراع الخيرية للإمارة جمعية الشارقة الخيرية بإقامة الموائد التي شملت هذه السنة 92 موقعا منتشرا بين مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية. مشروع إفطار الصائم من المشاريع الرئيسية في شهر رمضان المبارك لحملتنا رمضانية، وهذه السنة بفضل المحسنين وصل عدد وجباتنا إلى 20,000 وجبة يوميا، طبعا منتشرة على موزعة على إمارة الشارقة و
المدن التابعة لها الذيد والمدام وخرفكان وكلبة ودبع. أكثر من 20,000 وجبة تقدمها خيرية الشارقة لضيوف موائد الرحمن هذه السنة داخل الدولة التي قوبلت باستحسان من رواد هذه الموائد. زي ما حضراتكم شايفين الناس كلها قاعدة زي الفل وهتاكل وهتفطر وبصراحة احنا ربنا يخلينا بصراحة الناس الكويسة كلها اللي هي عملنا الحاجات ديت. ومن ناحية الأكل فالأكل بصراحة كويس، الجماعية بصراحة ربنا يخليها يعني وربنا يستر على الناس كلها. الحمد لله is very very good. الحمد لله المكان جدا ممتاز. هذه المرة الثانية التي أأتي فيها إلى هنا، أسأل الله أن يحفظ الإمارات قيادة وشعبا. هذه الموائد التي تحرص على تنظيمها جمعية الشارقة الخيرية سنويا تقوم على تبرعات أهل الخير والمحسنين، إذ بلغت تكلفة المشروع أكثر من 6 ملايين درهم بالعام الحالي، والفرص متاحة للجميع للمساهمة عبر وسائل التبرع المختلفة التي توفرها الجمعية. ضمن باقة حملتها الرمضانية، جمعية شارقة الخيرية توزع يوميا 20,000 وجبة إفطار على المستحقين من خلال موائدها التي تجاوزت 90 بين أرجاء إمارة الشارقة. لأخبار الدار، محمد رمضان، مويلح، الشارقة. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما يتداوله المجتمع من أخبار وصور تنقلها زميلة هاجر الحراج. إليك هاجر. شكرا إبراهيم. إذن مشاهدينا الكرام، مجددا نجول بكم سريعا في هذا العالم الافتراضي بعد لحظات. أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا السريعة من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهذه التغريدة التي اخترناها لكم من حساب وكالة أنباء الإمارات وام، وفيها نقرأ التالي: مؤسسة خليفة الإنسانية تطلق بإشراف سفارة الدولة في بيروت مشروع إفطار صائم، وذلك بتوزيع وجبات غذائية ومن رمضاني على أكثر من 30,000 أسرة من اللبنانيين الأكثر حاجة والأسر السورية النازحة واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات المتواجدة على الأراضي اللبنانية ضمن حملتها المتواصلة لتقديم المساعدات الإغاثية. بالانتقال إلى إنستغرام وما تداوله من أخبار وصور، اخترنا لكم الصورة التالية من الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التي تمنت كل التوفيق لطلبة الإمارات الذين يقضون شهر رمضان المبارك في الخارج. وفي الصورة مجموعة من طلبة الإمارات أثناء تناول وجبة الإفطار مع سعادة عبدالله السبوسي القنصل العام للدولة في لوس أنجلوس. وإلى صورتنا التالية، وحسب ديلي تيليغراف، جوز السفر الإماراتي بين الأقوى عربيا ويخول حامله السفر لـ 72 دولة من دون تأشيرة مع إمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول. جاءت تلك المشاركة حسب رؤية عجمان الإخبارية. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، وهذا الخبر الذي ورد نقلا عن الخط المباشر، وفيه: سيوة تعلن عن منحة دراسية للمواطنين من أبناء الشارقة للطلاب خريجي الثانوية العامة للسنة الدراسية الحالية ولمن تتعدى نسب نجاحهم 85%، وستتلقى طلباتهم اعتبارا من 1 وحتى 26 من يوليو حصرا عبر الموقع الإلكتروني الظاهر أعلاه. متابعينا، بهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم أبرز ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وكما العادة ندعوكم للتفاعل معنا بإرسال ما لديكم من أخبار وصور عبر الوسم الخاص بنا تويتر، إنستغرام أو خدمة الأخبار العاجلة لعناوين التواصل الظاهرة تاليا. شكرا المتابعة، وهذه عودة للزميل إبراهيم المدفع وما تبقى من أخبار محلية. شكرا هاجر. احتفاء بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية، دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تستقبل الشهر الفضيل ببرامج متنوعة.
الأئمة أصحاب الأصوات المميزة كان لهم حضورهم اللافت في مساجد الشارقة، حيث شهدت مساجد عاصمة الثقافة الإسلامية إقبالا لافتا عليها وسط استحسان كبير من المصلين الذين أشادوا بمبادرة الشؤون الإسلامية التي أتاحت لهم هذه الأصوات. بأعذب الأصوات تليت على مسامع المصلين في مساجد عاصمة الثقافة الإسلامية آيات عطرة من القرآن الكريم في مبادرة حرصت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة على تقديمها للمصلين في صلاتي العشاء والتراويح، وذلك ضمن برنامج الدائرة للشهر الفضيل والتي بلغ عددها 166 نشاطا. مبادرة جيدة جدا جدا، ونتمنى يعني تخلي الناس يعني يطوروا في الأداء أكثر وأكثر. والشيخ ما شاء الله عليه يعني الحمد لله، ربنا يزيده علم، صوته جميل جدا جدا، ونتمنى يعني المبادرة تتفعل أكثر وأكثر. جزاهم الله خير، يعني صراحة مبادرة كثير طيبة وكويسة والحمد لله، يعني ونتمنى أنها تتكرر كل عام يعني إن شاء الله. أنا بنادي برضو بالمشايخ الكبار يحتضنوا هذه المبادرة، يعني الأسماء الكبيرة اللي احنا بنخشع وراهم برضو يبتدوا يتبنوا المشايخ الجداد اللي هم لهم أصوات خاشعة. كتب على الذين من قبل. هذه المبادرة ليست جديدة على عاصمة الثقافة الإسلامية، حيث شهدها عدد من مساجد الشارقة في العام الماضي، لكنها اقتصرت آنذاك على الأئمة من أبناء الدولة ليتم تطويرها في هذا العام لتشمل أئمة من مقيمي الدولة وخارجها. تمام، بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للشيخ صلاح أبو خاطر بسم الله ما شاء الله عليه، كمان أنا بجيله من داخل الشارقة يعني أقبلك، وفي بعض الشيوخ برضو هنا أقبلك بسم الله ما شاء الله عليه. صوته ما شاء الله عليه من الأصوات النادية، والواحد بيحب يصلي وراه على طول، حتى تسمع في الإذاعة القرآن الكريم أبو ظبي، الإذاعة كلها ما شاء الله عليه، يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه. كلوا واشربوا من رزق الله. الجدير بالذكر أن أصحاب هذه الأصوات العذبة قفز عددهم من 10 أئمة في العام الماضي إلى 45 إماما ليطفوا مزيدا من الأجواء الإيمانية في عاصمة الثقافة الإسلامية. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة وسحورا طيبا نتمناه للجميع. إليكم تذكير بأبرز العناوين. حاكم الشارقة يتقبل تهاني الشهر الفضيل من وفد جامعة الشارقة وجموع المهنئين من مواطنين ومقيمين. وسط ترقب طلبة الثانية عشر، وزير التربية والتعليم يعلن اليوم الثلاثاء النتائج وقائمة الأوائل عبر قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب. كاميرا أخبار الدار ترصد مع شرطة الشارقة عمليات التسول التي تكرر نفسها في شهر رمضان بأساليب مفاجئة وإلكترونية. Thank you.